بدأ المقطع ببداية حماسية ووصلنا للشركة الأولى، حملنا الحمل ومنطلقين باتجاه فلوريدا حتى ظهر العطل الكبير وتطفي الشاحنة بينا في نص الطريق في نص الهايوي. تخيلوا خرب، شوف السيارة وراي. لا لك دراع عجيب. فوق 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 فوق. ضبطنا الأمور وانطلقنا مجددا إلى وجهتنا الثانية، ولكن آها أي ما قاد. شوفوا هذا طيق، لا يا ربك، والبومب اللي بصفه طيق، لا يا ربك. بعد كل هالعطلات هل تتوقعون نوصل الحمل لفلوريدا بالوقت المناسب؟ رجعنا لكم من بعد قطعة بسيطة. طبعا مثل كل مرة فارق حسين بالشاحنة، ولكني صار لي فترة ما منزل بالشاحنة، فاليوم لازم نلبي طلبات الجمهور وننزل لكم بالشاحنة. تعال، اجينا من غير ولاية اللي هي تكساس هيوستن الى انديانا، حندب هذه الحمولة، بعدها حنتوجه لولاية اخرى وراح تبدا التشويق والاثارة والدراما والامور اللي تشوفوها والشغلات اللي كلش قوية. طبعا والله اعلم في الفلوج ايش راح يصير، هل حتضربنا عاصفة، امطار، رياح، ثلوج، هذا اللي راح تعرفوه بنهاية هذا الفلوج، واللي انا اصلا ما اعرف ايش راح يصير بهذا البلوج، والله اعلم ايش راح يصير. طبعا هاي هي الشركه اللي حاليا احنا بيها، والشركه تعتبر جدا كبيره، ولا اقول لكم خلينا نشوفها من السماء يكون افضل اتوقع. خلونا نطير. طبعا خلونا ننتظر، لان مثل ما لاحظتوا بعدهم لحد الان واقفين، ومثل ما شفتوا المكان اللي احنا بيه هو عباره عن مزارع محوطتنا من كل الجهات. اما بالنسبه للرياح فاسكتوا، خليها اثبات على قوه الرياح. شوف العالم، وصراحه كميه الخضار بالمنطقه شيء لا يطاق. والله حرك الاخ، امشي خلينا نصف بمكانه على السريع. مثل ما جاي تلاحظون انا كنت محمل اسمنت، وخلونا نروح على مود نفرغ على السريع. طبعا لازم تحطون هاي على مود شنو التايرات لا تمشي من يصعد ابو نقدر نقول عليه هذا الشخص اللي حيطب جوه واللي فرغ الحمول. هذا الضوء حاليا اخضر بمعنى انك جاهز للانطلاق، ولكنهم حاليا بعدهم ما مشتغلين فيها، لما يدخلون فيها الضوء يتحول للضوء الاحمر، وبعدها من يصير اخضر انت جاهز للانطلاق. فالحمد لله هاي الامور هي، خلينا ندخل جوه نسوي لنا اكله وراها ننطلق. طبعا ولله الحمد عندنا كل شيء، يعني الثلاجة ملغومة أكل، أوكي؟ خلونا نجهز شيء. طبعاً حطينا الدجاج بالمايكرويف، حنسوي تاكو دجاج وخلصت. ولكن تعالوا، لأنه إحنا أيضاً من هاي الجهة خلصنا، تعالوا نسد الباب وبعدها ننطلق. أوكي كله تمام. طبعاً دائماً تأكدوا إنه هاي الأسنان داخل جوا، وايضا الاسنان اللي تحت ايضا. طبعا قوه الرياح اللي موجوده بهالمنطقه شيء لا يطاق، هذا شيء بسيط يعني بس تقضيه وقت يسموها. الحمد لله والشكر. هاي البارحه جبت نص دجاجه، لا دجاج استغفر الله، فبقى من عندها، فحاول دائما اذب بالنعم. ثاني يوم هاي كنا، ضيفوني على الفيسبوك الجديد، لان الفيسبوك القديم او اللي كنت احط لكم اياه تهكر مع الاسف بشغلات اباحيه، فهذا مو اني. 5 minutes later. الحمد لله والشكر على كل النعم، شبعنا والله. يلا كافي، خلونا ننطلق. طبعا من تصير وياك هاي الحركه الحل هو كالتالي، تلقائيا المحرك راح ينطيك 30 ثانيه وبعدها راح يطفى المحرك حتى وانت قاعد تسوق. فالحل هاي الدقمه موجودة فقط بالفرات لاينر اللي هي نوعية الشاحنة اللي أنا قاعد أسوقها، على مود بعد ما تدوسها يعطيك 30 ثانية جديدة،
منها لحد ما توصل لمكان معين. طبعا انا حاليا في وسط مكان لا يوجد بي لا تراك ستاب ولا اي شيء مثل ما قاعد تلاحظون تشوفه. انا اخذ اللود بالاول وبعدها نروح للتراك ستاب ونصلح المصيبه والامور طيبه ولا هاي بدايه الحمل وصلا بعدنا واخذين الحمد لله والشكر على كل عاد. المصيبه تعرفون وين؟ انه انا قاعد اسوق على يو اس وهاي المصيبه اللي هنا، يعني اذا وقفنا هنا لا سامح الله وقفت بينا مصيبه نقطع الشارع صدقوني. ولكن شلون حنحل هاي المشكله؟ خلونا نشوف ايش راح يصير. طبعا الشاحنه طفت الف مره الى ان وصلت للشركه. اخ شوفوا حتى ما قاعد تشتغل. لحظه. يعني الحمد لله وصلنا. خابرت الشركه اللي اشتغل بيها، قلت لهم لا قولي يعني مصلح قريب، انا مود اول ما اخلص الحمل هذا ونحمل نطلع نصلحها. صراحه انا من عشاق هذه الاجواء، ولكن الامر اللي ما حلو هو العطل اللي حاليا ظهر لنا. ان شاء الله نلقي لنا مكان نصلح به ونضبط المضابيط على مود نكمل رحلتنا، لان الولايه اللي رايحين لها هي من الولايات اللي احبها جدا واللي اكيد تحبوها. هاي طبعا المكان، خلونا ندخل اول مره اجي لهاي الشركه، خلونا ندخل عليهم ونشوف الحمل مالتهم شنو الترتيب، ناخذ الحمل ونطلع. طبعا يطوك اوراق من هنا من مكان، وهاي الكاميرا لازم تكتب معلوماتك هنا الكامله وتحط الدرايفر لايسن مالك او الجنسيه وراها ترجعها، وراها هم يشوفون الحمل مالك. الدرايفر نيم طروقي حبيبي طارق. So I have a quick question. The pickup number start with which number starting? So I have more than one number. So I think the pickup number start with 5707. This one? This one? طبعا هذا البيكاب نمبر هو الرقم اللي لازم تكتبه للشركه اللي تاخذ من عندها الحمل على مود يسلموك الحمل. ملينا الورقه وبيها المعلومات وحطيناها، وحنحط ماتي الدرايفر لايسنس وراها ندفعها اللي جوا. بعد ما حطيناها المعلومات لازم ننتظر. خلينا نشوف ايش راح يصير. 5 minutes later. الحمد لله والشكر قالوا لي انه انت تنتظر على دور 9 واذا حرك السائق تروح انت بمكانه. طبعا هذا 4 5 6 7 8 9 هذا الدور 9. بس يطلع هذا نجي احنا نصف بمكانه، واحنا صفينا هناك. فاتوقع الشخص هذا راح يطلع والله. طبعا توني واصل والله العظيم، وشفت هذول قبلي، يعني هذول سواق شاحنات قبلي صار لهم وايد بين هنا. وسالت هذا الشايب قال لي انا هنا صار لي ساعه، فنكون محظوظين اذا هذا خلص من وقته وطلع على مود نصفه بمكانه ناخذ الحموله ونطلع. طبعا من كثره الشاحنات اللي موجوده هنا ماكو مصف جوه، فصفيت على الشارع مثل ما قاعد تلاحظون تشوفون. مو بس انا، حتى هذا اوه ما شاء الله والله نظيفه. فتحنا الباب. بعيدا عن الباب تعالوا خلينا نسوي لكم مسابقه، خلينا نصير جورج قرداحي. الى اي ولايه سوف يذهب طارق؟ الولايه الاولى هي ولايه تكساس، الولايه الثانيه هي ولايه فلوريدا، الولايه الثالثه كاليفورنيا، الولايه الرابعه اوكلاهوما. وقف المقطع، انزل جوا بالتعليق اكتب الولايه اللي ببالك، والفايز ويانا يربح بطل بيبسي. الولايه اللي راح نروح لها هي ولايه فلوريدا. مبروك مبروك مبروك، يبارك فيك حبايبي. شكله ذاك حرك رقم 9. والله تعالوا خلينا نروح هناك نوقف يكون افضل. طبعا فريت على مود ارجع واطبق، وهذا واقف بنص الطريق، فقلت له حرك على موداني افرها وارجع على الداك. اها نو واي طفت والله خرب. وكان نصف وقاعد يحملونه حاليا ولله الحمد والشكر. خلونا نروح ننام ناخذ استراحه، ومن يكملون نرجع على مود ناخذ الاوراق وننطلق لفلوريدا. يا رباه حبيبي.
طبعا اخذنا الحميل مثل ما قاعد تلاحظون تشوفون، اخذناه وطلعنا، وحاليا متوجه للتي اي، لان شركتي قالوا لي طارق لازم تروح. التي اي هي عباره عن محطه وقود، وبنفس الوقت بها مكان لتصليح هذا العطل، واتوقع راح نطول هناك. في مثل ما جاي تشوفون العداد موجود، دوس الدقمه وارجع، 30 ثانيه عندنا فقط على مود توقف، اذا ما لحقنا الشاحنه راح تطفى، فلازم نتوجه باسرع وقت. ولازم دائما اني امشي، ومثل ما جاي تلاحظون ثواني لازم امشي وادوس هاي الدقمه على مود شنو، يعطيني 30 ثانيه قبل لا توقف. خلصت الثواني والله، ما دست الدقمه. لا 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 لا، طفت طفت، شوفوا خرب، شوف السياره وراي، لا لك دراع. عجيب، فوق 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 فوق. يلا نتوكل، الله اكبر، هيا بنا. شوفوا لاحظ المعاناه، لاحظ المعاناه. طبعا من تصير عندك هاي المشاكل لازم خلقك يعني يصير كبير. ليش؟ لان صدقني اذا تقعد تحرق بنفسك ما راح تلقى حلول، فالواحد لازم بهالمواقف يتقبل المشكله عادي. والان من داخل التي اي، بس خلونا نوزن العربانه والشاحنه على مود نضبط الوزن، وراها نطب نصلح، وراها نطلع. صفيتها هنا ووزنتها والامور طيبه، بقت فقط انهم يشوفوها ويشوف شنو العله وشلون نقدر نصلح المصيبه. قالت لي فوت على رقم سنين، فهنا أنا لازم نفوت. بدلنا الفلاتر والدهن وقاعد نضبط بالامور، ولكن الكود هذا ما قاعد يروح، ما اعرف شنو الترتيب حبايبي. الظاهر عندنا سالفه كبيره، والله اعلم. صدق ما عرفناكم على الوحش الجديد، والحمد لله. طبعا هاي كلها بمجهودكم، مجهودنا. اشترينا كاميرا جديده، فاي لقطات خنفشاريه طالعه منها اكيد حتكون، فجبنا لكم كاميرا لانكم تستحقون الافضل، ولانكم تستحقون كل ما هو حصري وقوي وجديد. اوكي اوكي اوكي، ثانك يو. هذا ايش بيه هذا الجيب؟ مو جاي احكي وياكم اني؟ عجيب. فاذا تحب تساهم بهالشيء حاول تعطينا لايك واكتب لنا كومنت حلو، وشكرا لكم ودعمكم ولاستمراركم دعمنا، وانا جدا سعيد بهذا الشيء. 5 minutes later قالوا لي انت جاهز للانطلاق، وهذا سد الباب مثل ما جاي تشوفون، يعني بين قوسين يلا اخرج اظهر روح الفلوريدا على السريع حبيبي يلا. صبح صبح يا عم الحق. اخ يا رب، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. البارحه بعد ما طلعنا من المكان التصليح رجعت عطلت، وقعدت اصلح اصلح اصلح، بالاخير والله العظيم قابرنا واحد من جماعتنا واصدقائنا، وقعدنا انا وياه وهمزين صلحناها، وراها نعست يعني ما قدرت اسوق، فنمت وهستوني صحيت. حاليا هي السادسه صباحا، شوف لي الشمس، لاحظ يا حلو، لاحظ يا جميل. اوكي طبعا خلونا نصف هنا على مود نغسل وجهنا ونضبط المضابيط وبعدها نطلع. وسواق الشاحنات يعني نايمين بعدهم، لان هسه حاليا صبح، فبعد شويه يبدا الكل يمشي واحنا نتوجه الى فلوريدا. الحلو تلقون الحاويات بكل مكان، يعني ما يخلوك توسخ او تهمل هذا المكان اللي هو الريستيريا. وطبعا مثل ما تعرفون الريستيريا هو مكان للراحه، يعني مثل هذولاك سواق الشاحنات كلهم نايمين في هذه الجهه، وايضا السيارات اللي تسافر من ولايه لولايه ايضا نايمين في هاي الجهه، وهذا المكان به حمامات واماكن للقعده والقراءه. هاي داخل الريستيريا مثل ما جاي تشوفون، اماكن السياحيه اللي موجوده بهالولايه، على مود انت اذا تجي بهالولايه وما تعرف شيء على طول هذا مكان تعريفي، وبنفس الوقت عندهم هنا
أوراق تعريفية أيضاً إذا تحب تقرأ على مود تروح الأماكن السياحية. والأجمل من هذا أنهم يحطوا لك خريطة ويقولوا لك وين أنت بالضبط. Welcome to Kentucky. إحنا حالياً هنا على هذا الطريق. إيه وكان نخلص وراجعين للشاحنة على مود نكمل. راح نسوي فطار سريع وخفيف وسريع. هذا شوية زيت زيتون وراش تسوي طلع البيض من الجيب سويها هيجي على طريقة الطباخين بإيد واحدة مرهمات لا استعمل يدين أوكي كله تمام على السريع سوي لك ساندويتش وطلع. برو اذا شفت الكل يمثل على السوشيال ميديا خليك حقيقي لا تهتم يوم مبهذل يوم مرتب يوم حلو يوم ايش تطبخ تسوق عادي الامور طيبة بسم الله. ما اعرف ليش اغلب الناس اللي على السوشيال ميديا دائما تبين او تحاول تطلع انه هي مرتبة وابطال قوميين وكاشخين ويتبرمكون احنا غير خليك على طبيعتك. الحمد لله والشكر كافي خلونا ننطلق العب. طبعا قاعد اسوق وسمعت صوت طقه يمي وطلعت لنا هاي الكودات فالظاهر انه اكو تاير طق. تعالوا خلينا نشوف شنو صاير. بسم الله على بركه الله والحمد لله. شو والله اها او ما جاد شوفوه هذا طق لا يا ربك والبمب اللي مصبطي لا يا ربك لازم نشوف انه واحد يصلح لنا باسرع وقت. الله اكبر هذا ايش طق ابا ايش مسوي طق هذا وطق اللي مصبطي سبحان الله والله العظيم شيء مو طبيعي. يعني تخيلوا احنا البارحة صار عندنا عطل وهسه هسه يعني ما صار لي ساعة ونص من قاعد اسوق يعني سبحان الله سبحان الله. العموم هم زين اكو لوفز قريب علينا تبعد 10 مايلات فلازم نسوق لها وندخل عليهم حيصلحون لنا التاير ويصلحون لنا هاي وان شاء الله نخلي ونطلع بسرعة وقت. لازم اكون غدا بفلوريدا على مود ندب هاي الحمولة وما عندنا وقت ومثل ما جاي تشوفون مصايب بعد مصايب. الحمد لله والشكر على كل حال. مصيبة اللوفز ذولا ما عندهم محل يعني بين قوسين انا جيت هنا على الفاضي فخلونا نروح لغير مكان. مع العلم ما اقدر اسوق هواية لان الهواء ما عندي بالبريكات فاذا صار شيء لا سامح الله ودست بريك قوي الهواء ما راح يساعدني فراح نطب بواحد فالموضوع جدا خطر. واخيرا ولله الحمد وصلنا لهذا المكان مثل المحل الكبير وبنفس الوقت هم شركة لشاحنات وبنفس الوقت عندهم مكان للتصليح. صفينا الشاحنة هنا فقط اكو ناس هسه حاليا على اللاين بس يخلصون احنا حنفوت ونصلح ونرجع للطريق. كبرنا أنا والأشخاص اللي يعملون بالشركة ولقوا لي هذا المكان فالحمد لله والشكر طلع مو بعيد وهسه حاليا راح ندخل ونصلح العطل. طبعا العطل اللي صاير هو كالتالي الإطار بعد ما انفجر شوف الإطار الصاير بمكسوس من النص سبحان الله لا إله إلا الله شوف الإطار الصاير مكسوس قص يعني هذا انفجار مو طبيعي والضغط اللي سببه انفجار الإطار انفجر هاي وهاي تولد الهواء اللي تلزم البريكات. ليش؟ لان اغلب الشاحنات بها نظام تهوئه للبريكات ومن غير هواء البريكات ما راح تلزم. الامور طيبه كل شيء تمام الحمد لله والشكر. حاليا جاي يصلحوه هذا هو التاير شوفوه وايضا شالوا هاي اللي هي هاي مات الهواء شوف الصاير بيها شلون منفجره حبايبي. طبعا ولله الحمد صلحنا التاير وصلحنا ايضا هاي مالت الهواء والامور طيبه ورجعنا على الرود ومشيت قبل شويه وطلعت من المكان وصراحه الكاميرا ما كان بيها شحن فالان وقفت هنا على مود اصور لكم جمال المنظر هذا اللي قدامي والبحار اللي موجود هنا والانهار والشيء مو طبيعي يعني المكان جدا رائع. خلونا نطير على مود نصور لكم بالدرون يكون افضل.
طبعا هذا المكان صاير على الرود 24 الصاير في ولاية انديانا او اقصد كنتاكي اسف. طبعا سبحان الله الليل قاعد يجي بسرعة لان احنا حاليا في فصل الشتاء ومثل ما قاعد تلاحظون يعني الليل اجى وانا صراحة كامرتي شوية خلصت شحن فرحت رجعت الدنيا صارت ليل فمعكم المود الليلي من اكثر الاماكن اللي احبها هو هذا النفق جدا جدا احبه وخصوصا من ادخل بالنفق هذا لا اراديا اقوم ادوس الهورن ضلوعي طبعا حاليا دخلنا الى طريق الـ 75 يعني بين قوسين دخلنا الى منطقة جورجيا يعني بعد مباشرة حتدخل لفلوريدا ويعني اقتربنا جدا ولكن احنا حندخل يعني بفلوريدا ولازم نسوق شي 4 ساعات يلا نوصل للمنطقة مالتنا اللي هو مكان النزول فبعد لنا حوالي 6-7 ساعات على مود نوصل للوجهة وما اتوقع انه انا اقدر اخلص هذا الشيء اليوم اليوم جديد مثل ما قاعد تشوفون وتلاحظون البارحة وقفت وكنت جدا تعبان ونعسان فنمت وبدون ما أدري وهسه حاليا هي الساعة 7 صباحا ومثل ما تعرفون احنا ما عندنا وقت فأحاول اني اوصل بأسرع وقت فما حبيت انه ادخلكم بالتفاصيل ولكن هذا يوم جديد وحاليا دخلنا على وايت ستيشن يعني ها بسم الله هاي مثل ما قاعد تلاحظون وايت ستيشن وهي عبارة عن نقطة مركزية تابعة للدولة تقيس بها الوزن وتشيك تريلتك اذا بها شيء اذا بها اغلاط ويحاولون ينطوك تكت بأي طريقة او بأخرى وصراحة هم ضدك وياك فان شاء الله نعدي على خير لان هاي تعتبر مثل السيطرة شايفين السيطرات اللي موجودة في العراق أو في غير دول هاي نفسها وهي اللي تشيك عن السائق وهل أوراقه كاملة أو لا وهل عنده نقصات أو لا وهل وزنه مضبوط أو لا يعني ملخص الموضوع إن ما راح تروح راح تلاحقك الشرطة والسيطرات والدولة حبيبي مثل ما قاعد تلاحظون تشوفون عدينا من عندهم والله الحمد يا أخي ولا أحبهم ولا أطيقهم صراحة أناني والشرطة لسنا على وفاق تحياتنا لكل الشرطة اللي يتابعونه ولكن شرطة أمريكا شوية نحسين صراحة طبعا فعليا احنا الان من داخل فلوريدا مثل ما قاعد تلاحظون وتشوفون كمية الشمس الحلوة وهيك تعرف انه هذا جو فلوريدا ودرجة الحرارة هنا عالية مو مثل يعني غير ولايات باردة مثل ما شفنا ولاحظنا فحبيبي ويلكم تو فلوريدا والله تحياتنا لاهل فلوريدا كلهم اقسم بالله نفس الوقت فلوريدا من اجمل الولايات وايضا احنا نزلنا فلوق في فلوريدا وباذن الله في يوم من الايام راح نجي لفلوريدا ونصورها تصوير خاص مو فقط فلوريدا كل الولايات باذن الواحد الاحد شايفين هاي الحمولات اللي هي الفلات باد هاي التريلر تصير مختلفه عن شكل تريلتنا وهاي ما يقلبها هواء احنا تريلاتنا حبايبي بالهواء القوي تنقلب ولكن هاي لان مفتوحه وما بيها يعني سقائف او هيك شيء فالهواء قد ما كان قوي هاي الحمولات ما تنقلب وهو هذا الحلو بالفلات باد انه الهواء يمشي ويطلع عكس ما مثلا الهواء اللي موجود بشاحناتنا لان الشاحنه مالتنا مغلوقه فالهواء اذا كان قوي يعصفها ويقلبها طبعا كل ما ندخل فلوريدا كثره الوايت ستيشنات تكون موجوده وهذا شيء جدا مزعج لسواق الشاحنات او الناس اللي يتنقلون مع الشاحنه ليش؟ لأن هذا كله تأخير وقت وبنفس الوقت في بعض الوايت ستيشنات تكون بيها الإجراءات معقدة ويكرهوك بحياتك صراحة الحمد لله والشكر عديناها بخير وسلامة وإن شاء الله نعدي البقية لأن أكو أكثر من وايت ستيشن فإن شاء الله الأمور طيبة ما بقى حوالي ساعات بسيطة ونوصل يعني أتوقع شي 2-3 ساعات بإذن الواحد الأحد ونوصل للوجهة مالتنا ونفرغ الحمل بس ان شاء الله ماكو اي اكشن بعد لان شبعنا اكشن بهذا البلوك طبعا قاعد اسوق وعلى غفله كلها ضربت بريكات وكلها وقفت سيارات
شيء مو طبيعي. نفسي راح من ضربت بريك، يعني ضربت بريك على السريع لان ما بقى الظاهر صاير حادث او شيء معين، لان كلها وقفت يعني بشكل غريب، فاتوقع صاير شيء اللي قدام. ان شاء الله ما صاير شيء، ان شاء الله ما في شيء، بس ان شاء الله الامور كلها طيبه. 5 minutes later. يعني بالله عليكم كل الازدحام والشتله والساعات اللي ضلينا بيها، بالاخير ايش طلع؟ طلع كونستراكشن الجماعه مسوين هنا، قاعد يسوون يبلطون الطريق. طبعا بقالنا ساعتين ونوصل، فاتمنى ان الشركه ما تعزل على مود نوصل بالحموله بسرعه ونخلص منها. ولكم والله العموله شقتني شق. لاحظوا لي اشجار النخيل اللي موجوده بفلوريدا، لان فلوريدا تعتبر منطقه رطبه وحاره، فبيها نسبه كبيره من النخيل او النخل العربي او التمر اللي نقدر نقول عليه المستورد من البلاد العربيه. اوكي، هذه اللقطات فقط في فلوريدا، يعني لاحظوا لي كبر حجم الدبابات هاي لك شنو. لاحظوا لي كبر الحجم يا رباه. الله والله يستاهل هذا الشخص وقف الشرطي. شوف الشرطه هنا يلبسوا ملابس مو مال الشرطه، وهذا الشخص اجى من الخط هذا وضرب الخط كله واجى هنا اللي قدام، حلو، والشرطه وقفه حيل. هاي الشرطه هنا شغلهم تمام، ما احب هاي الشيء، لان انت العالم جاي تمشي على هذا الخط، انت ليش تزول وتجي من هنا وتطبق تكسر، حلو، خوب هنا وفوت. يعني شوفوا هذا التصرف غلط، فهنا الشرطه انا احبهم بهاي التصرفات. والان احنا من داخل فلوريدا تامبا، ونبعد 6 دقائق فقط عن مكان التوصيل ولله الحمد. اوكي حبايبي، مثل ما قاعد تلاحظون 6 دقائق هنا، وهذه هي فلوريدا تامبا، من أفضل وأجمل الأماكن، وأيضا هنالك كم من العوائل العربية والناس العرب اللي موجودين واللي يسكنون في هاي المنطقة اللي تعتبر جدا حلوة. ولكن